الأخ عبد الله محمد سنان، سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونقول الحمد لله على السلامة، وكل عام وأنتم بصحة وخير وعافية وستر وسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. ماذا رأيت في المشروع وأنت اليوم من الزوار الكبار ومن المساهمين ومن المتبرعين ومن المسددين ومن المتابعين التجار لدعم هذا المشروع الخيري الذي يخدم الناس جميعا ويخدم 4 محافظات؟ هات ما عندك. والله شوف، ما شاهدناه على الواقع هو يفوق ما نشاهده في المقاطع. نعم. يعني الإنجاز كبير جدا جدا. فأنا أدعو جميع الخيرين، أدعوهم وأناشدهم إذا الالتفاف حول رئاسة المشروع للمحافظة على ما تم إنجازه وإنجاز ما بقى في هذا المشروع. المشروع كبير جدا وممتاز جدا الذي شاهدته، يعني أكثر مما يتوقع. يعني هل أنت راضي على ما أنجز حتى الآن؟ فعلا كل الرضا. كان راضي كل الرضا. صحيح. وما شاهدته أكبر مما كنت أتوقعه والله. نعم. فأدعو الجميع للالتفاف حول رئاسة المشروع إلى يعني تحمل المسؤولية. يعني ما حصل الآن، يعني لم يحدث بالتاريخ. ما فيش رئاسة مشروع تضخ أموال دائما المشاريع باليمن وبغير اليمن. يعني رئاسة المشروع المتولي للمشروع يستفيد من المشاريع، من أموال المشروع. فهذه رئاسة المشروع مضحيين من أكبر فأدعو الجميع إلى أن لا يخذلوا. أول شيء كمان ندعو الأخ منصور بالاستمرار على ما هو. أدعو الجميع إلى دعم رئاسة المشروع لإنجاز ما للمحافظة على كلامك سليم. كلامك سليم. وإنجاز ما بقى من المشروع. طيب أخي الكريم، الآن نحن في مرحلة في هذا المكان من المدينة نحو الحجف قطع صخري، وكما شاهدت الآن يعني شفت التوسعة والعمل الجبار وما إلى ذلك. لدينا تجار بالخارج ما سمعنا لهم صوت للمساهمة. ندعوهم للمساهمة والالتفاف حول رئاسة المشروع. يعني يعتبر أنا وجهة نظري رئاسة المشروع عرضة لا يفرطوا فيها. صحيح والله ما فيه. لا يفرطوا فيها. لا يمكن. أنا مطلع بالنسبة لي ومتابع وعارف ما قدموا رئيس المشروع من أموال ومن جهد. الكل يعرف ما قدمه منصور. الكل يعرف ما قدمه. صحيح والله. وما أنجز شيء عظيم. شيء عظيم جدا والله. أنا من المتابع، لكن ما هو على الواقع أكثر من ما كنا نتوقعه والله. من حيث المستقبل الآن إلى السلف نص ساعة. فعلا نص ساعة. هل وجدتم يعني عوائق أمامكم؟ أنا تقريبا دخلت يحضر بعدلة يحضر 35 دقيقة، 6 وأنا بالبيت. هكذا ما شاء الله ما شاء الله. لا جدا ممتاز، بالرغم أنه في مطبات كبيرة جدا اللي حافظ على كنت حاشي جدا ما استخدم السرعة. الشيء الثاني الاهتمام بما يعني بما بقى من المشروع، بإنجاز ما بقى. وكمان أنا أدعو جميع التجار من خلالكم أن لا يبخلوا ولا يجيبوا للأخ منصور يعني الخمول. إذا صار دعم منهم من الخارج خاصة بالذي هم بالغربة ندعو منهم لا يقصروا. ندعو الجميع في الداخل وفي الخارج، هذه فرصة لن تعوض. كما قلت فرصة لن تعوض. صحيح. ما فيش مشروع لا باليمن ولا بغير اليمن إلا ورئاسة المشروع تكون مستفيدة منه، وهذا بالعكس رئاسة المشروع نخسر. رئاسة المشروع من أكبر المضحيين. بس هو أجر برضه مالا ووقتا وجهدا. برضه أجر، برضه صدقة، برضه حسنة. قدم هنا العقبة اللي كان يجب على الجميع أن لا يخذلوه. هذا هو المطلوب، لا نخذل الرجال. الرجال يجب على الجميع أن لا يخذلوه. متحمل مسؤولية كبرى والله. متحمل مسؤولية، فعلا متحمل مسؤولية كبرى. ولدينا تجار بالداخل بالخارج، في ناس. طيب اخي الكريم، الان جاي من الحديده او من صنعاء او من تعز سياره فاخره، هل قدم للمشروع؟ الجواب لا. والله ادعوهم ان يقدموا، ادعو كل انسان مقتدر ان يقدم. بعدين هذه فرصه تاريخيه. فرصه تاريخيه جدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقه فليزيد. نعم صحيح. كلمه اخيره اخي عبد الله، أنا أقول بارك الله فيك. أكرر ما قلته، أدعوهم وأناشدهم مناشدة المشروع وأن لا يفرطوا فيما أنجز. بارك الله فيك. هذا سلام الله عليكم. سلام. إن شاء الله زيارة موفقة وتنقل نقلة لإخواننا في صنعة التجار بل وبالخارج، والصرافين والمنظمات المحلية والعربية يسمعون نداءك لإكمال هذا المشروع والتبرع بسخاء بسخاء. نعم. وبعدين هذا المشروع لا لعلان ولا لزعطاء، هذا يخدم الجميع.
للأمة تمشي. شوف وصدق أجلها لقيام الساعة. أصحاب الحمير والبقر والغنم والثيرة والسيارات والبوابير كله. وأقول لكل المشاهدين الذين يتابعون المشروع إن الواقع بالخارج الواقع بها. أكثر من ما نشاهده. بس الآن بدأ أخي الكريم الآن بدأوا الناس حتى آل الزهراني وعلي الشرف كمان من مكة واحد السرقة. أنا عندي 1111 ريال هذه اللي معي. قال أنا متابع لكم أنتم بوادي جبيد وجبل المطحن. فهذه صدقة جارية قد أرسل بقدي بصنعة. صدقة جارية إلى قيام الساعة. وكمان ظهر أبو موسى الزهراني قبل أسبوع كما شاهد. قال بيرسل بيحول والثاني كمان عيضه شرف الزهراني متابع لنا على مدار الساعة. أدعو المقتدرين من أبناء منطقة وصاب العالي وجبل المطحن خاصة المقتدرين أن يضخوا بقدر المستطاع. هذه أموالهم المحفوظة. نعم صحيح. أما ما بقى هو ليس أموالهم هو للورثة. جزاكم الله خير وبارك الله فيك.